كرة مور داخل منطقة الجزاء، خطيرة، جول جول، رزاق يضع الكرة في الشبكة، الهدف الأول لفريق الأمل عطبرة في الدقيقة الرابعة، رزاق يضع الكرة في الشبكة يسجل الهدف الأول لفريق الأمل عطبرة، كرة تعبت داخل منطقة الجزاء وتحتفل جماهير الأمل عطبرة بالهدف في الدقيقة الرابعة من شوط اللعب الثاني، كرة مخطوفة من أمام المدافعين ومباشرة في المرمى، هدف لصالح فريق الأمل عطبرة، شوف كرة راجعة ورزاق ما كذب خبر، طلع من بين الريا علي وأمير كمال وحاول معز محجوب، ولكن رزاق كان أقرب للكرة وضع في الشبكة وسجل الهدف الأول.